ذكاء، ثراء، شهرة وكاريزما. رح طلع الكاميرا مشان تصوريني معه. الأهم من هذا. دكتور فيني أخذ صورة معك؟ راسي بيفهم. دكتور لو سمحت. تعالي تعالي شوفي، تعالي بسرعة، ليكي شوفي تفرجي. ليكي اطلعي عليه. أهلين يا بيك، على أساس اليوم الجو ماطر بس مو مبين، أخذت الاحتياطات بس تغير الجو، تفضل. كيف كانت الرحلة؟ منيحة. تخيلوا كيف رح يكون ولاد طبيب الحب ومرته، حظ بالوراثة. يعني ما بعرف شو بيحببكم فيه، متصنع وما بينحب بالمرة، ولما يربط شعره بيصير دمه تقيل أكتر. الدكتور سافر لحاله، معناتها فسخ العلاقة وشكله مالهم عشاء، وإلا كانوا تزوجوا من زمان. ما هدية التعليقات على مواقع التواصل من لما سافرت؟ في كتير ناس قالت إنكم انفصلتوا وقال مشان هيك سافرت لحالك هالمرة، في وقاحة كتير، الكل عم يعلق على موضوع زواجكم. طبعا دكتور الحب ونازيا بيك، انتوا الاثنين عاملين ثنائي اسطوري. خليهم يكتبوا ليشبعوا، اصلا انا بطلت اقرا هالتعليقات التافهه. يلا خدني على المطعم بسرعه. حاضر، خليك واثق بحالك ولا تهتم معلم. طيب في ببالك مشروع زواج عن قريب؟ شبك على مهلك، خليك مركز بشغلك. صار لك شيء معلم؟ ان شاء الله خير. ايه بس ما بدي هالصندوق يتأثر بأي حركة. فرات ليك وصل، اركض اركض. وينه هالواطي؟ لك لا لا استنى شوي فرات لو سمحت، سيطر على حالك، ما بدنا مشاكل هلا. نسيت شو حكينا جوا؟ لك هذا هو صار بين ايدي، كيف بدي مرق له اياها؟ تركني خليني كسر له راسه. استنى شوي فرات، بعد عني يعني انت ليك. اذا نجحت الخطه الزلمه رح يكون بوضع أسوأ من الضرب، لا تخرب شغلك، تحمل حالك شوي ماشي. خلص خذ شوي تنفس، ها تنفس، اهدى، خلص لا تفكر فيه، روق شوي، اهدى وهدي لي حالك. ايه يلا. تفضل استاذ. رجعت خربت مره تانية؟ لكن الناس قدامك كلهم عم يطلعوا واحد ورا الثاني. كهان ما عاد سالتك، انت حكيت مع الشركه وقلت لهم يجوا مشان التصليح؟ حكيتهم طبعا، قلت لهم منشان يبعثوا فني صيانه، بس على ما يبدو اليوم ما رح يجي. يعني شو فينا نسمي هاللخبطه كلها؟ الكون عرق المرحومه يا ست. تفضلوا ان شاء الله. صح ظالمين حدا. عن اذنك خلوني ساعدكم. شو رح تعملي؟ بدي جرب اتصل بالمصلح. مو قلتي لي تايلان اليوم بيوصل وبدك تجهزي حالك لتستقبلي؟ لك بتصدقي اني كنت نسيانته؟ موضوع الشيف شغل بالي. معقول نسيتي اليوم اللي بيوصل فيه؟ اكيد وصل، تاخرت. تفضل سيد تايلان. وصل حبيب القلب. حياتي آسفة ما قدرت استقبلها. كأنك حلياني أكتر بغيبتي عني. ما زعلت مني؟ أكيد كنت انبسطت لو شفتك بالمطار، بس ما زعلت. أهلا وسهلا، كيف شغلك؟ على القليل اطلبي لي قهوة، ما بكفي إنك ما استقبلتيني بالمطار، كمان ما رح تشربيني قهوة؟ صار لنا فترة طالبينا. ممكن تبعت لي فنجانين قهوة لو بدي عزبك؟ تكرم عينك، تكرم عينكم، كل شي رح يكون تمام. شكرا. خرب المكيف؟ خرب وحكينا مع الشركة بس لسه ما حدا أجا ليصلحه. تايلان والله كتير حلوة، عن جد كتير عجبتني. بعرف إنها رح تعجبك، هي بتحكي عن الأبدية، يعني مثل حبنا الأبدي أنا وأنتي.
بتعرفي إنه الحياة كافأتنا ببعض؟ أنا مقتنع بهذا الشيء. أنا وياكي منكمل بعض بشكل غريب كتير، مشان هيك متأكد إنه ما رح ننفصل أبداً. خليها مشان تجيب الحظ لمطعمك وحطيها بشي مكان. لا تقلق، رح حطها بأجمل مكان. الوضع بالمطعم مو كل هيك منيح صح؟ الجمعية لغت الموعد بآخر لحظة. لا تسأل، لو زبطت الجمعية كان الوضع أحسن بكتير. هلأ كل شي صار معقد. أنت لا تأكلي هم شي أبداً، كرمال عيونك، وحتى لا تزعلي بالمرة، أنا حليتها. يعني حكيت معهم؟ لا، ليلة عرض، الضيافة بحفل التعريف عن الكتاب رح يكون بكرة وحصري إليك. كيف يعني؟ ما توقعتي هالشي؟ ما توقعت، لأنه مطعم أونامي فرانسيس ما بيقدم خدمات الضيافة. تعرف إنه هذا مطعم وجبات خاصة تايلان. حبيبتي، أكيد أنا مو قصدي أحكي لك عن عمل ضيافة عادي. أكتر ناس محترمين وأسرياء بإسطنبول رح يكونوا متواجدين بهالمطعم، حسبيها هيك رح تنشهري بسرعة وكل الناس رح تحكي بالقصة. حبيبتي بعرف إنك تفاجأتي، بس عن جد ناس صدقيني ما بقدر أوثق بحدا غيرك مشان سلموا هالموضوع، وثقي فيني. بس كيف رح نلحق نجهز حالنا ونظبط الموضوع من هون لبكرة؟ الشيف القديم راح وتركنا، والجديد يا دوب بلش. أحسن لك، أصلاً الشيف القديم ما كان على كيفك، واحتمال الجديد يكون أشطر منه، رح نجربه. أرجوكي. ياه، عن جد بياكلوا بلا طبخ؟ هذا اللحم من نوع خاص، ما بيحمل جراثيم. اي بس اذا بدك تزينه هيك رح اكل اصابعي. يعطيكم العافيه شباب. يعطيكم العافيه. شيف، اجانا شغل مهم بكره المساء، رح اعرفك. حبيبي ما في داعي، اكيد بيكون بيعرفني. ما بعرفك ليش المفروض اعرفها؟ طبعا لا، تايلان غونيبا كان. دكتور الحب، انا متاكد انك سمعت فيه. عفوا. دكتور شو؟ أخصائي قلبية ولا شو؟ لا بالواقع. دقيقة حبيبتي استني، أنا ما فهمت، أنت ما بتشوف تلفزيون؟ لا ما بشوف، بس الأخبار بشوف أنا. المهم بدنا نستغل الوقت. تايلان مدرب حياة، بنفس الوقت أنا حبيب ناس. فرات الشيف، إذا بدك نعطي الموضوع رهبة، أنا مسمي حالي مدرب أكل. بكرة المساء رح يكون حفل خاص لتوقيع كتاب تايلان الجديد، ونحن رح نقدم خدمات الضيافة بالمطعم. طبعاً المعازيم خاصين جداً، بدي اهتمام كبير بتقديم الأكل. بيسعدني إنك تنظم الفريق. شي أكيد، لا تقلقي. أنا بقلق كتير، لأني كتير حساس بموضوع اختيار الأكل. أنا أبداً ما بحب أقدم شي مضايقه لحدا. اطمن، أكيد رح نجهز لك أكل يكون مناسب إلك ولذوقك الحساس. بما أني إجيت وإجيت حابب توجي، بس خلي الحد ظاهر مني. تايلان حبيبي، الشباب رح يحضروا الأكل. لا تقلقي أنسيناز، الدكتور طلب من الشيف. تفضل ارتاح وبجهز كل شيء. يلا. بدك تصبر، الصبر، خليك هادي، استرخي. لا فرات، فرات مو هيك، روق روق. هو قال بده حد، وأنا رح خليه يدوق الحد على الأصلي، بلكي يصحى هالغبي. أي بس مو هيك، رح يحترق، رح يحترق.